حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم. اليوم في صغار ستار قلنا نسوي معاهم مسابقة خفيفة لطيفة مع البنات الموجودين. طريقة المسابقة جدا سهلة، لازم تعرفون المسابقة، وإذا حبيتوا أنتم تسوون المسابقة في البيت تقدرون تسوونها، ما تحتاج أدوات. ركزوا معي بس في طريقة المسابقة وأنتم جاهزين. جاهزين. مسمع جاهزين. جاهزين. مستنسين. طيب خلوكم صف واحد. يلا طريقة المسابقة، أنا بحكي لكم حكاية قصة. طيب قصة مثلا. طيب لما أقول بطة. إيه؟ لما أقول بطة. طيب. إحنا عندنا كم هنا قمع؟ اثنان صح؟ نعم اثنان. نعم. أول واحد يروح في القمع هنا مجرد ما يسمع بطة. إيه؟ ها يروح وين؟ في القمع الموجود عندنا. شفتوا مشاهدي الكرام طريقة المسابقة، تعالوا هنا. إيه تعالوا هنا. يلا إحنا اليوم خلنا بس نشرح للمشاهدين اللي يتابعونا اللي يشوفونا، هذا القمع موجود عندنا. أوكي راح يكون هنا، عندنا قمعين وعندنا خمس بنات. ركزوا معاي، يلا خمس بنات وعندنا قمعين هنا موجودة. أنا حقول قصة. كان يا مكان وإحنا ماشيين رايحين لقناة بوتانا، كان عندنا برنامج صغار ستار، وإحنا ماشيين أخذنا المايك، قلنا نبغى نستعد عشان المايك. فالمايك تعرفون يعني ما نقدر إحنا نسولف المشاهدين إلا بالمايك. فالمايك لما جينا نتكلم لقينا البطارية. البطارية خربانة. لقينا البطارية. تعرفون انه البطارية بغالها نشتريها من وين؟ من البقالة. فلما نشتري البقالة البطارية من البقالة نركبها في المايك صح؟ بس نرجع نرجع مجرد ما تسمعون اللي قلت لكم عليها. يا ميرا نرجعي. واحنا ماشيين طبعا اخذنا البطارية، قلنا نبي نروح للاستديو. بطارية. دخلنا الاستديو. تعرفون مرات انا لما اجي اصور ها؟ اكون يعني كذا بطني فاضي ابغى اكل. جايع يا ناس، جايع 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 بطني. فقلت ميد صالح يعطيه العافيه ارجعوا شوي، اقرب مطعم يا صالح خذ لنا بطاطس، خذ لنا بطاطس عشان نسوي مسابقه البطانيه اللي بنحطها فوق الكنب عشان نسوي لعبه. لا ما ارجعوا. والله قلنا نبغى نسوي مسابقه ايش؟ بطريق. مسابقة البط بطريق البطريق ولا يلا نرجع مسابقة البطة. شو اسمك يا ابوي؟ شو اسمك؟ نورا. الله يعطيك العافية نورا. وانت شو اسمك يا حبيبة؟ شكرا لك ما قصرت، يعطيك العافية. يلا خليكم هنا، ثلاثة متسابقات، يلا بسرعة هنا نكمل وياكم. عندنا قمع واحد موجود. يلا اليوم لا استاذ، شوفوا يا بنات احنا عندنا ثلاثة صح؟ واللي يجلس اول واحد هو اللي راح يفوز. فلوس خلي وجهكم هنا. لا استاذ فهد. واللي بيتقدم حيطلع برا. خلي وجهك هنا يلا. حلوين. لا استاذ فهد خليك وجهك هنا وغمضي يلا عيونك. لا غمضي عيونك هنا وجهك. لا ما تبون تلعبون ترى بسوي مسابقه مع ميرال والثانيه. يلا هنا وغمض عيونكم. يلا غمض عيونكم، لا ما اسحب عليكم. احنا عندنا قمع واحد موجود، عندنا قمع واحد موجود. مجرد ما تسمعون فرات طلعين برا ترى على طول. طيب غمض عيونك ووجهك هناك. لا تشوفينهم، روحي شوفيهم هناك، روحي اي واحد تلتف تعلميني. فاحنا اليوم حنسوي المسابقه وياكم. خلاص ها؟ لا يا الين اشوفك هنا. والله ما اشوف. اشوفك انا يا الين. والله ما اشوف. طيب واحنا وياكم نسوي معاكم مسابقه البطه البطه البطه. وين البطه؟ ما يصلح. ها؟ ما يصلح. ليش حطها هنا؟ وشو؟ حطها هنا. وش حال؟ خلاص يلا ارجع ارجع نعيد المسابقة. والله خلاص بطلع. ليش؟ ما يصلح خش. يلا نشوف الثلاث متسابقين. خلاص معليش تعالي يلا اخر شيء ها؟ يلا نشوف. يلا لا تغمضون، خليكم هنا. واحنا ماشيين ومستمرين معاكم في مسابقة البطارية. البطارية. مو البطارية. واخر يا ميران عنهم. مستمرين في مقطع تتبدل على التمرين. خلاص يلا مسابقة البطة. بطريق بطريق مسابقة البطارية الحلوة والجميلة. يلا بسرعة ما ترجعون هنا انتم. ها ارجع احنا اليوم لما سوينا المسابقة، لحظة بس اشرح لكم شيء. احنا لما لحظة يا ميران عندي اعتراض انا. يلا بسرعة، احنا لما قلنا مسابقة البطة صح؟ عشان احنا نسوي بطة
ممتازة يا فراد، تحية قوية لفراد، يعطيها العافية. يا البطة قلت مسابقة البطة ما حد جلس. طيب نروح انا وياكم الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، ولا احنا خلصنا اليوم؟ ها؟ طيب خلصنا احنا وياكم، نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.